بسم الله الرحمن الرحيم. اتعلمنا من خلال الدروس اللي فاتت ازاي نرسم وازاي نعدل. من اول الدرس ده هنبتدي ننسق او نزوق او نجمل او نوضح في الرسم بتاعنا. موضوعنا النهارده بيتكلم عن حاجه اسمها التهشير. التهشير ده مضمونه ان انا بعلم على منطقه في الرسمه بتاعتي واخلي لها لون مختلف، ممكن يبقى لون ساده او ممكن يبقى رسمه مثلا طوب، نغمشه، خطوط بالجنب، عشان اديله احساس ان ده مثلا جدار او ده عمود او دي ارضيه سيراميك انما اللي حوالين منها بركي عادي. طيب نبتدي التهشير ازاي؟ عندي هنا رمز التهشير، كنا في قائمه دروس ابناء. التهشير ده له سهم في منه 3 اوضاع، الهاتش والجراديانت والباوندر، هما كلهم زي بعض. نبتدي نجيب رسمتنا كده على الجنب شويه وارسم مثلا دايره سي انتر وارسم مستطيل ار اي سي انتر، دول اشكال مقفوله. وبعدين ارسم خط عشوائي اهو، دلوقتي انا عايز اهشر فلازم اختار منطقه مقفوله، يعني المنطقه دي كده مقفوله، المنطقه دي مقفوله، المنطقه دي مقفوله، المستطيل ككل مقفول. هبتدي اهشر، هضغط على التهشير. انا عندي بقى كذا اسلوب ان انا ابتدي التهشير. ممكن ابتدي التهشير من الزرار خلاص، فبيطلع لي تبويب جديد بقى اسمه هاتش كرييشن، يعني التبويب ده تبويب مؤقت بيظهر لحد ما اظبط الهاتش وبعدين اقول له كلوز او اقول له سكيب سكيب، وممكن اقول له اتش انتر بيظهر لي برضه نفس التبويب. وفي حاجه صعبه شويه بس اللي بياخدها بيتامل فيها بيبقى قوي، ان انا اقول له شرطه اتش. انا كنت لمحت الاسلوب ده قبل كده في الدروس الاولانيه، شرطه اتش يعني انا عايز اهشر من غير اي شاشه، يعني كل الاختيارات بالكتابه، فهقول له انتر كل الاختيارات تحت بقى، بيقول تهشر انهي منطقه والتهشير شكله ازاي والتهشير شفاف ولا لا وهكذا، مفيش حاجه بتظهر فوق خالص. طيب اسكيب. طبعا الاسلوب ده صعب، هو احنا بس بناخده عشان نتامل نفهم الاوتوكاد شغال ازاي، بس طبعا مش ده الاسلوب الامثل ولا الاسرع. اقول له اسكيب وبعدين اقول له ايه اتش انتر او اضغط على رمز التهشير اقول له انتر. التبويب القايمه اللي هي بتاعه التهشير دي فيها كذا تبويب، الباوندري دي بحدد من خلالها المنطقه اللي ههشرها، والباترن بحدد شكل النقشه اللي هشر بيها، يعني بلاط ولا خطوط 45 درجه ولا خطوط مضغوطه ولا لون ساده. ومن هنا بحدد خصائص اكتر وادق للنقشه، وهنا في شويه اختيارات هامشيه يعني يمكن نتكلم عنها ويمكن ما نتكلمش. طيب نبتدي بالحته بتاعت الباونري، الحدود. عندي اسلوبين، في حاجه اسمها بيج بوينت وفي حاجه اسمها سيلكت. بيج بوينت دي عشان اشاور على نقطه جوه المنطقه اللي انا عايز هشر، هقوم ضاغط يظهر لي صليبه بيقول لي بيك انترنال بوينت، شايفين الكتابه اللي جنب المؤشر؟ يعني نروح في المنطقه بتاعت الرسم وقف في حته انت تعتقد انها فاضيه، انها مقفوله، اسف انها مقفوله. فلو انا رحت وقفت هنا كده المنطقه دي طبعا مش مقفوله فمفيش حاجه بتطلع. طيب لو انا رحت وقفت هنا مجرد ما اقف شويه هو بيحاول يعمل لي تهشير. ايه التهشير ده؟ ده مربعات مش فاهم منها حاجه، لان البلاط ده بالنسبه للمنطقه دي كبير. عشان نفهم الموضوع هناخد لون ساده ونرجع نقف هنا كده ماشي. اول ما وقفت هو حس ان المنطقه مقفوله، ابتدى يديني معاينه، لو خرجت انا ما اتغطش، لو خرجت يرجع لي التهشير زي ما كان. لو وقفت يقترح ان انا هشر، لو خرجت يرجع لي التهشير. لو وقفت هنا طبعا ما فيش حاجه، دي منطقه مفتوحه. طب لو وقفت هنا دي مقفوله، طبعا دي مفتوحه ودي مقفوله ودي مقفوله، طب انا عايز اهشر هنا، اعمل كليك خلاص المنطقه دي نقطت، يعني هو خلاص اعتمدها دي هتتهشر هتتعبى باللون ده. طبعا انا ممكن اغيره بعدين وممكن ارجع واقف هنا مثلا كليك. طب لو انا عايز المستطيل كله هضطر اعمل هنا كمان كليك وهنا كمان كليك. طب ما في حل اسهل، اقول له اسكيب نعلم على التهشير ونقول له بدينه نقطه زرقاء في نصه كده اقول له ديليت واقول له تهشير تاني، وهنا اقول له سيلكت. سيلكت بقى مش هضغط في النص، لا ده انا هشاور على شكل مقفول، والشكل المقفول حاجه من 4، يا بولي لاين يا شكل بيضاوي اليبس يا دايره سيركل يا مستطيل ريكتانجل. فلو انا وقفت على المستطيل ده هلاقيه بينشط معايا، لو ضغطت عليه يفهم ان المستطيل كله، ولازم يكون مستطيل، يعني لو رسم 4 اضلاع ما ينفعش، لان ساعتها هيبقى كله ضلع لوحده. هضغط هنا واقوم مثلا ضاغط هنا. طب ايه اللي حصل في الحته دي؟ الحته دي انا وانا بختار المستطيل طلبت انها تتهشر، وانا بختار الدايره طلبت انها ما تتهشرش. بيحصل العكس، يعني هو بيشوف ايه الوضع ويعمل عكسه. طيب سكيب وعلم على التهشير واقول له ديليت. عشان نفهم الموضوع ده هعمل دوائر هنا كده سيركل سي انتر وانتر وانتر دوائري، وبعدين اقول له تهشير واقول له سيلكت، انا اختار منطقه مقفوله فاختار المنطقه دي.
فتح الشرق. ركزوا بقى معايا، لو انا قربت هنا كده، في هنا دايره اهي، شايفين النقط دي؟ لو اخترت الدايره تتفرغ، ولو قربت على دي مش عايز اختار، انا حر. ولو قربت على دي، طب انا مثلا عايز اختار، تتفرغ، يعني بيديني تاثير عكسي. وفي الاخر اقول له انتر او اقول له كلوز، خلاص. فلو انا عايز اهشر المنطقه في وسط خطوط كتيره جدا والمنطقه مقفوله بدايره او مستطيل او شكل بيضاوي مغلق او شكل بولي لاين مغلق، فانا ممكن ايه اختار موضوع اللي هو سيلكت، بس انا غالبا بقول له ايه بيج بوينت. جميل جدا. لما اجي اقول له تهشير واجي اقرب من نقطه كده، هو بيحاول يقترح عليا انها تتهشر، فهو بيعمل حسابها يشوفها مقفوله ولا لا، فده بيبطئ الشغل شويه. احيانا بالاسكيب وارسم مثلا دايره تانية كده، ومثلا دايره كمان، او اي شكل مقفول، واقول له تهشير. فلما اقف هنا بيقترح عليا، اقف هنا اقترح عليا، اقف هنا اقترح عليا، الكلام ده بيتقل الشغل شويه. خلاص. ممكن افتح خصائص اضافيه طبعا هيستخدمها نادر جدا. في هنا حاجه ان انا اقول له نيو باوندر سيت، يعني انا احدد لك المناطق اللي انا مهتم بيها. يعني لما تقترح عليا او تحاول تفكر، فكر في دول. اقول له مثلا انا مهتم بدي ومهتم بدي وانتر، ومثلا ده وانتر. فلما اجي اقرب من هنا، ينفع تتهشر، اقرب من هنا ينفع تتهشر، اقرب من هنا ينفع تتهشر. لاحظين رد فعله سريع شويه، يعني هو مفكر في دول اصلا قبل ما انا اروح اقف عليه. طب لما اقف هنا، لا هو ما بيفكرش بقى، بس لو ضغطت يشتغل. يعني لو حضرتك عارف ان انت هتشتغل في نطاق معين من الرسمه بتاعتك، تختاره بالامر اللي هو سيلكت نيو باوندري سيت، سيلكت نيو باوندري سيت، عشان هو دول بس اللي يفكر فيهم، ما يفكرش حد تاني. برضه لو جيت هشرت حد تاني هيقبل، مفيش مشاكل خالص. جميل قوي. طيب هقول له اسكيب، نعلم على التهشير ده واقول له ديليت، ونخش التهشير تاني. جميل قوي. انا هقول له بيك بوينت، واقوم مشاور على المنطقه دي واعمل كليك، واقول له كلوز او اقول له انتر عشان اخلص كده. انا عملت تهشير في المنطقه دي. لما بقف فوق التهشير بحس انه بينمل، بينمل شويه كده، خلاص. يعني اخرج وادخل تاني احس انه بينمل. لما اضغط بيديني نقطه زرقاء في وسط المنطقه، باعتبار ان التهشير هنا شكله تقريبا دائري، فالنقطه في النص بالظبط. ممكن اخد التهشير ده اعمل عليه كليك، واوتوماتيك بيتحرك معايا بره لو انا عايز احركه. هنا المنطقه اللي اتهشرت ما اتاثرتش، يعني التهشير ركب فوق منها. في اختيار تاني، والاختيار ده مهم جدا 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 جدا، 10 ساعات جدا كده للي شغالين 3 دي ماكس تقريبا، يعني محدش يعرفه الا نادر. هقول له هاتش، خلاص. وافتح الليسته دي، في هنا اختيار اسمه دونت ريتين باوندري، يعني المنطقه اللي تتهشر حط التهشير فوق منها وخلاص. في هنا اختيارين تانيين، في حاجه اسمها ريتين باوندري، يعني وانت بتهشر اعمل خطوط مقفوله في المنطقه اللي هتهشر فيها فوق الرسمه الاصليه، وتكون بولي لاين او تكون ريجن. طبعا عشان يعني اشتغل 3 دي مش هتفرق بالنسبه لي قوي، بس يفضل ان انا اعملها بولي لاين، والبولي لاين هقدر اعمل له اوفست لو انا حبيت، انما الريجن لا. طب تعالى كده اقول له بولي لاين ونجرب. يعني الامر ده كده معناه لما تيجي تهشر، خلي المنطقه اللي هتتهشر ارسم الاول برواز في المنطقه وهشر فوق، ما تعتمدش على الحدود الاصليه. اقوم رايح هنا كده واقوم ضغط واقول له كلوز. طيب انا هعلم على التهشير واحركه بره واقول له ديليت. ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ لما اقف هنا كون لي هو بولي لاين في الحته دي، وبناء عليه هشر، يعني هو ما اعتمدش على الحدود الاصليه اللي تحت الرسمه. الحدود الاصليه اللي هشر عليها لا، وقال لك هتهشر الحته دي، قام راسم لنفسه سور بولي لاين مقفول، وقام هشر جوه منه. ده مفيد جدا 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 في 3 دي ماكس. تخش بقى شغل ال 3 دي ماكس عندك سهل قوي. خلاص. ونقول له ديليت. هخش اعمل تهشير تاني في المنطقه دي مثلا كده، نقول له هنا دونت ريتين باوندر، يعني هشر على طول وخلاص، واقوم مثلا مهشر الحته دي. في اختيار يعني مرتبط بالموضوع ده بس بعيد شويه، اسمه اسوشيتد، يعني خلي المنطقه بتاعه التهشير تتحكم في التهشير في المستقبل. يا شغاله اهي، خلاص. اقول له كلوز. هجرب دلوقتي ان انا هشر المنطقه دي، اتش انتر، واقوم واقف هنا عامل كليك. طبعا هو اسوشيتد، يعني التهشير مرتبط بالحدود دي. معنى كده ان الاضلاع دي لو اتحركت من مكانها، التهشير هيحاول يحرك نفسه ويمتد او ينكمش بناء على المساحه الجديده. هقول له كلوز ونقف هنا. ماشي. تعالوا نجرب كده. هو ماسك النقطه دي ومحركها يمين شويه، فالمساحه زادت. لما اعمل كليك التهشير زاد،
لما اخد النقطة دي واحركها هنا شوية، شوهت المستطيل وبرضه التهشير تشوه معاه. طب بصوا كده، لما اخد النقطة دي اجيبها هنا كده. اوكي هو لسه فاهم هنا، ما فهمش، اسف. ممكن اجي هنا كده وايه داخل شوية خلاص. يعني هو بيجي يعني في مواقف معينة، طول ما الشكل منتظم هو فاهم ايه اللي بيحصل، التشويه في الشكل الاصلي التهشير بيتتبعه، بعد كده هو ممكن ما يفهموش. خلاص كنترول زد مثلا كده، اديكم مثال تاني، او واخد ده كده واقوم داخل بيه شويه كده. اوكي المساحه قلت، طب لو دخلت بيه اكتر ممكن ساعات يجي معاكم، يعني ساعات يعني يسيب المثلث ده اهو الصغير ده ويهشر للمنطقه دي في المنطقه العكسيه، يعني هي النتيجه مش مضمونه. وخلاص كده العلاقه قصرت، يعني طالما جه في وضع وما فهمش الحدود دي ماشيه ازاي، التهشير بيثبت على وضع وخلاص. ده بالنسبه للقصه بتاعت اسوشيتيف دي. يعني لو انت ناوي او خايف لا تحب تعدي في حدود التهشير، اوكي قول له اسوشيتيف، وعموما بتبقى شغاله. نعلم على التهشير ده ولسه واخد بالي دلوقتي عشان امتد معاه، ونقول له نعلم عليه كده كلوز، نعلم على ده وعلى ده وعلى ده، نقول له ديليت ونخش التهشير تاني. طيب التهشير بقى، انت هتعمل سوليد لون ساده ولا عايز نقشه من دول؟ طب لو مفيش نقشه من دول عجباك، نضغط هنا كده الريبون ده زي الاوفيس 2007 بالظبط، السهم اللي بيشاور لتحت لو عليه شرطه من فوق منه يبقى فيه اختيارات اكتر، اضغط يطلع لي المجموعه كلها، اختار اللي سيادتك عايزه. ماشي، على سبيل المثال يعني عرف ان انا بستخدم ده في الاعمده زاويه 45 خطوط بعيده شويه عن بعضها مثلا، عرف ان انا بستخدم ده للارضيه اللي تحت الخرسانه واللبشه والحاجات دي. خلاص عرف ان انا بستخدم ده للواجهات عشان بقول لك الواجهه فيها ازاز، وهكذا. طبعا انت تشتغل في مكتب هم متعودين على تهشيرات معينه، كل تهشير له كود. ميزه ال 2012 هنا ان بيوريك التهشيرات على طول، مش محتاج لسه اخش المعرض. هقول له بيج بوينت، واقوم مشاور على المنطقه دي مثلا، اقول له انا مش عايز سوليد. طبعا نبتدي بموضوع السوليد الاول، اقول له انا عايز سوليد. طيب تعالى لي هنا بقى في البروبرتيز بتاعت السوليد ده. خلاص انت هنا واقف على السوليد لون ساده، طيب هتستخدم لون ايه؟ ممكن افتح الليسته دي واختار اللون اللي يعجبني مثلا، ده او ده او ده. طب اللون مش عاجبني، هقول له سيلكت كلر واختار اي لون من دول، لو لسه مش عاجبني اقول له ترو كلر زي الفوتوشوب كده، واختار بقى كل الوان الطيف اللي انا عايزها. هاخد مثلا اللون ده واقول له اوكي. طيب انا كده اتعاملت مع لون التهشير. نيجي بعد كده، هو التهشير ده شفاف ولا معتمدي؟ حته جديده في 2012 كده، معتم يعني ما فيهوش شفافيه خالص. ممكن اضغط واسحب التدريج ده او اكتب الرقم اللي انا عايزه فاديني شويه شفافيه، اهو كده الجسم بقى شفاف. لو عايزين نفهم اكتر هقفل ده كده وناخد التهشير ديليت وارسم لاين بيعدي في المنطقه دي واقول له هاتش. المره دي انا مضطر اقول له سيلكت عشان ياخد الدايره كلها مثلا، عشان الخط ده ما يعمليش مشكله فيها. واجي هنا اقول له لو سمحت انا عايزها شفافه قوي او عايزها معتمه جدا. هو هنا الخط بان ليه؟ لان الخط مرسوم بعد الدايره، فالخط على الوش، يعني هنا بقى مساله ترتيب. خلاص ممكن انا اعمل ايه شويه شفافيه كده، انا اسف لان الخط جه الاول جه في الاخر، فكده كده الخط بيبان. لون الساده ده سهل جدا، واقول له كلوز. طيب لو انا عايز اعدل في التهشير بمنتهى البساطه افوق منه وبينمل شويه كده، اصبر بس لحد ما ينمل معايا، اقوم عامل كليك خلاص يفتح تبويب الهاتش اديتور تاني واختار اللي انا عايزه. ممكن اقول له برده ايه سوليد واختار اللون اللي انا عايزه. ممكن ان انا اقول له لا انا عايز نقشه، انا مثلا عايز الطوب ده. خلاص طب هو الطوب فين؟ تعال كده نعمل زوم شويه كده، الطوب مش باين. تعالوا نعمل تهشير لمنطقه تانيه. خلاص طيب واحد يقول لي انا مش شايف طوب، هقول لك انت اللون اللي اخترته ازرق هو لسه شغال معاك، ده ارضيه الطوب. طب الطوب نفسه لونه ايه؟ ممكن نفتح الليسته دي واقول له الطوب مثلا بالاحمر، يعني الخطوط السمراء دي هتتمثل باللون الاحمر والارضيه البيضاء دي هتتمثل بالازرق، برضه الطوب لسه مش باين. مع الطوب بقى في هنا حاجه مهمه اسمها السكيل. السكيل تحب الطوب يبان كبير ولا يبان صغير؟ واضح انا مش شايف حاجه حمراء خالص، فواضح ان الطوبه كبيره جدا، يعني كل ده ماشي جزء من طوبه، يعني مفيش حتى طوبتين متقررين في وسط المنطقه دي. لو عايزين نفهم كويس ممكن نقلل الرقم ده
لما ابتدي اقلل المفروض الرسمه تبتدي تصغر معايا شويه. نبتدي نقلل كده، نقلل كمان كمان، ممكن نقول له مثلا 2 من 100، اسف مش 2، 2 من 100. هنا بقى ابتدت حته من طوبه تبان، يعني الطوبه دي كبيره جدا على المنطقه بتاعتي. ممكن اقول له بلاش 2 من 100، خليها لي مثلا 5 من 1000، اصبح هنا الطوب يبان. يعني اللون اللي انا بختاره هنا، لو اخترت نقشه، اللون اللي انا بختاره هنا في النص هنا ده للارضيه، واللون اللي بختاره هنا للنقشه الفعليه. خلاص، واقول له كلوز كده عشان افهم ايه اللي حصل. خلاص، يبقى انا ممكن اعمل تهشير، اللي التهشير مش شغال. لا، هو التهشير شغال، بس يا اما التهشير صغير قوي يا اما التهشير كبير قوي. طب سؤال، هعمل هنا كليك. بالنسبه للرسمه دي، دي طوب ودي طوب. الرسمه دي انا احتاج تصغر جدا عشان احس ان الطوب ابتدى يتكرر. طب لو خدت الرسمه دي، لاحظ طوبها اكبر شويه. طب لو نزلنا تحت وخدنا دي، لا طوبها صغير. لو خدنا دي، صغير جدا. لا ده بقى ايه، 5 من 100 كده قليلين، نخليه مثلا 5 من 1000، نخليه مثلا 20 من 1000، 20 من 1000. خلاص، يعني هو كل رسمه لها سكيل. ما تقوليش انا حطيت سكيل معين، جيت اغير الباترن او اغير النقشه بتاعتي، السكيل مش ماشي معاه. اقول لك ما هو السكيل ده هم كلهم مش بسكيل واحد، والا طبعا كان يبقى في فرق كبير بين ده وبين، ما كانش يبقى فرق بين ده وده. فرق غالبا بيكون في السكيل، ده طوب وده طوب، الاثنين زي بعض تقريبا يعني. خلاص، ممكن مثلا ناخد هذا الباركيه. فين اهو الباركيه ده كبير، هنضطر نصغره. نشوف كده، ماشي. طيب الباركيه ده اصلا بزاويه 45، تحب تاخده وتحطه بزاويه كمان؟ يعني تحب تلف، يعني هو ب 45، عايز تعدله اديله 45 كمان. يبقى انا خدت النقشه وانا بحطها في المنطقه بتاعتي، لفتها 45 درجه. خلاص، ونختار النقشه اللي احنا عايزينها من دول. اهم حاجه بس ناخد بالنا من السكيل. جميل. في تحت حاجه اسمها جراديانتس، اللي هو التدرجات اللونيه دي. ممكن مثلا اختار تدرج ده، يبقى فوق ازرق وتحت اصفر، وده تدرج جاهز، ازرق في اصفر. انا ما كنتش مختار اللونين دول، برضه انا ممكن افتح واختار لونين غيرهم، انا حر. الجديد هنا بقى كلوز، ونعلم على ده ديليت، ونعلم على ده ديليت، ونقول له هاتش، وناخد ده. خدوا بالكم بيكرر اخر تهشير، وده وده في تهشيره واحده. وافتح الاختيارات واختار التدرج اللي بالمنظر ده، لون فوق ولون تحت، باعتبار ان خدتهم كلهم في عمليه واحده. فالمنطقه دي زرقاء، والمنطقه دي زرقاء، والمنطقه دي نص صفار، والمنطقه دي صفراء خالص، يعني هم كلهم كده مربوطين ربطه واحده. خلاص، وبعدين اقول له كلوز. لما اجي اقرب فوق منطقه من دول هلاقي كله بينمل، اهو كله بينمل، هو كلهم حته واحده. علم عليهم وبيديني نقطه زرقاء في وسط المنطقه ككل برضه، بحيث برضه لو عايز اخد التقشير ده احركه، لو انا ليا مزاج احركه. طبعا النقط دي لو انا ايه، ابتديت اعمل لها سكيل كده او اعمل فيها اي شغل، التهشير بيمشي بناء عليه. ديليت. يتبقى لنا بس نقطتين بساط، نخش التهشير تاني واختار مثلا الطوب ده، وافتح دي واقول له ماشي الارضيه بنفس اللون والطوب احمر مش مشكله، بس اخلي زاويته بصفر عشان الطوب يتحط عدل. وبعدين اقوم مهشر المنطقه دي والمنطقه دي، كل دول اتهشروا الطوب. لاحظوا ان الطوب بيكمل بعضه، يعني الخط ده كده فوق الخط ده، والخط ده جنب الخط ده. في حاجه اسمها سيت اوريجين. سيت اوريجين دي لو يهمني، يعني لو يهمني ان انا ابتدي الطوب في منطقه معينه، اقول سيت اوريجين واقوم عامل مثلا هنا كليك، فالرسمه ابتدت في الحته دي، او كليك سيت اوريجين، كليك سيت اوريجين، كليك. فبقول له الرسمه تبتدي من هنا، فبالتالي اول طوبه عندك هنا. يعني لو المثال ده مش واضح، ادي ار اي سي ماشي، وادي لاين، كليك من على الاسناب واقول له سيتنجز، واقول له الميد بوينتس، وارسم خط كده، وبعدين واحد كده واحد كده. انا مش متعود اعد خطوط فوق بعضها، بس ايه عشان نكسب وقت. بس ده بيت، البيت ده
انا عايز اهشره من هنا كده، هقول له ايه؟ اتش انتر، اتش انتر، واقوم مهشر. انا عايز الطوبه دي تبقى صحيحه، ما تبقاش كسر كده، يعني واضح مثلا ان الطوبه دي مثلا صحيحه مثلا يعني. فاقول له هنا سيت اوريجن، واقول له مثلا انا عايز البدايه من هنا، او انا عايز البدايه من هنا. خلاص الطوبه دي كده كامله، اقول له سيت اوريجن عايز البدايه من هنا، او من هنا، او من هنا، او من اي حته. بتحكم في المكان اللي ابتدي فيه النقشه، وفي هنا برضو شويه اختيارات، عايز النقشه تبقى تحت خالص شمال، تحت خالص يمين، فوق، وهكذا يعني. اختيار طبعا ايه، هامشيه قوي. واقول له كلوز. طبعا انا هنا ممكن اجي مثلا او ما اغير في الشفافيه شويه، اخلي الارضيه شفافه شويه، وسي مثلا هدي لها زاويه كده، واقول له كلوز. وبعدين هقول له هاتش، اتش انتر، وغير الخصائص دي خالص. هقول له مثلا انا عايز الخطوط ال 45 درجه دي في المنطقه دي، الخطوط دي هنا ضيقه قوي زياده عن اللزوم، او انا موسعها كده، وسعت مني قوي، انا ضيقها تاني. ماشي، ونختار مثلا ادي لون وادي لون مختلف خالص، واقول له كلوز. دلوقتي لو انا جيت هشرت هيحاول يقلد التهشير اللي هو زاويه 45 ولونه ازرق على ارضيه خضراء. خلاص. طيب لو انا عايز ارجع للتهشير ده اعمل ايه؟ فهقول له اتش انتر، خلاص، واقوم واخد المنطقه دي. ماشي، ممكن هنا اقول له ماتش، اقوم ضاغط على الفرشه واقوم مختار ده، يبقى زيه. يبقى الماتش ده بيديني امكانيه ان انا اشاور على تهشير قديم ياخد كل خصائصه، لونه وارضيته وشفافيته ونوع النقشه وكل حاجه. خلاص. ودي طبعا خاصيه عموما في برامج الاوتوكاد، يعني انا لو قفلت خالص كده الماتش في الكليب بورد، في هنا حاجه اسمها ماتش، اختصارها ام اي ماتش. فين الجزء الحلو اللي انت عايز تقلده؟ مثلا انا عايز ده يبقى زي الاخضر ده، او ماسك الاخضر ده الجزء الحلو عايز اقلده، قول لي هنا ايه سيلكت سورس اوبجكت، فين الجسم الاصلي اللي انت عايز تقتدي بيه؟ اقوم عامل كليك هنا. بعد ما اعمل كليك هنا اقوم رايح على التهشير ده مثلا كده، طبعا الثلاثه دول حته واحده، اقوم رايح عامل كليك، اصبح زيه خلاص كده الموضوع انتهى، وبعدين اقول له سكيب. ماشي كده احنا خلصنا موضوع التهشير، هناخد بس تطبيق صغير مع شويه ملاحظات. انا عايز اهشر الجدران دي. ماشي، طبعا عشان اهشر الجدران لازم الجدران تبقى مقفوله، يعني ما ينفعش الخط ده يفضل مفتوح. فهقول له ال انتر، قوم قافل ده مثلا كده. طبعا يفضل بدل ما اهشر ده لوحده وبعدين اهشر ده لوحده، ان انا اعمل تريم تي ار انتر، واقول له دول بيقطعهم انتر وده ايه اللي بيقطع، وهكذا. لو في حرف تي عندي كتير زي دي برضو، الرسم ده رسم رديء شويه، نفتحهم على بعض عشان يبقى التهشير حته واحده. طبعا هنا في حته زياده، خدوا بالكم بقى دي ممكن تعمل مشكله في التهشير، لان ده كده ايه خط فوق الخط، ممكن ما يفهموش ويلخبطوا. تي ار انتر، ماشي، تي ار انتر، خلاص انا مش هضيع وقت في التظبيط اكتر من كده، احنا بس نفهم القصه. حروف التي دي الحاجات اللي هي قافله مع بعضها دي مش عايزاها، فاضل بس هنا اتنين وخلاص. خلاص نعملها تي ار انتر، انتر. طيب عايزين نعمل تهشير، هقول له اتش انتر، وقف هنا كده. اول ما اقف هنا هو بيحاول يشتغل بالطوب اللي ارضي اللي هو لونه احمر وارضيته لونها ايه ازرق. هقول له لا انا هنا عايز لو سمحت هنا بقى عايز السوليد. طبعا ده بقى ملوش لازمه دلوقتي لان مفيش نقشه اصلا، هو ارضيه وخلاص. هو مختار مثلا لون على بني شويه، على رصاصي شويه، حاجه تبقى غامقه، حاجه زي دي مثلا كده، زي دي مثلا. واقف هنا كده واعمل، طبعا وانا بقترح عليه ان انا اعمل تهشير هنا، ادي كليك، وبعدين هنا ملاحظين ان الشغل ايه تقيل، يعني انا هنا بتحرك براحتي، لما اجي اقرب هنا ابتدي ايه يبقى تقيل شويه، وعمال بيفكر في المنطقه دي، وعمل كليك هنا واعمل كليك هنا. واضح هنا ان في خط كده ملوش لازمه، اضطر اهشر دي على منطقتين. ممكن اطلع بسكيب واقوم واخد الضلع ده ملوش لازمه خالص، وارجع ثاني اتش انتر، واقوم مهشر دي، وبعدين مهشر طبعا ده هيهشر المنطقه دي كده علامه الاثنين دي، ويهشر هنا برضه اهو.
وهشر هنا. طبعا لو في اي منطقه مفتوحه هو هيعترض، مش هيرضى يكمل يعني. وهشر هنا وهشر هنا وهشر هنا، دي منطقه كبيره شويه خلاص، وهشر هنا. طيب دي هتتهشر ولا لا؟ هتتهشر مفيش مشكله. بص الحته دي بقى، هقوم عامل زوم جامد جامد اهو، لو وقفت، لو وقفت كده هو هيشرها اهو، بيختار حالا ينفع تهشر. طب لو بعدت شويه وقفت تتهشر برضه، طب لو بعدت كمان وقفت، طب لو عملت كليك بيهشر. بيجي عند منطقه معينه او نسبه زوم معينه، هو ما بيحسش ان المنطقه مقفوله، يعني هو الضلع اللي بيقفل ده مختفي من الشاشه، هو كده انا مش شايفه، الضلع التحتاني انا مش شايفه، بس هو واخد باله ان في ضلع. لما بعمل زوم كبير جدا جدا جدا، طبعا هو المثال ده مش مناسب موضوع الزوم، هو ساعات بيحس ان مفيش ضلع يقفل تحت فما بيرضاش يهشر. كله كلوز، نجرب في شكل كده بسيط، ادي مثلث اهو، اتش انتر، طبعا عارف انه مقفول، اقف هنا بيهشره وانتهينا على كده. طب اسكيب، ناخد التهشير ده ونعمله ديليت واقول له اتش انتر تاني، نعمل زوم كده بعيد. انا هنا شايف حتتين من يعني مش ضلعين، شايف حتتين من ضلعين. طالما شايف جزء من ضلع هو فاكر بقيته، هو عارف ان الضلع ده بيكمل تحت، بس هو هل هو لسه فاكر في مستوى الزوم القوي ده ان في ضلع تالت بيقفل المثلث؟ تعالوا كده نشوف، ما بيقترحش عليا حاجه. طب تعالى نعمل كليك، بيقول لي كلوزد باوندري كودنت بي ديترمايند، انا مش قادر احدد ان في حد بيقفل الضلعين دول مع بعض. هو من كتر ما عمل زوم ومركز جدا على طرق على البوز المثلث اللي انت شايفه ده، هو نسى خلاص ان في ضلع بره، في ضلع تالت. ما اقدرش اقول لك انت المفروض تقرب قد ايه او تبعد قد ايه عشان تحس بالتاثير ده، بس التاثير ده موجود. ما تجيش تقول لي المنطقه دي مقفوله بهشرها، ما تتهشرش. لو ما بتتهشرش خلي الزوم بتاعك قليل شويه وبين اكبر كميه من المنطقه اللي انت هتهشرها. هو بعد كده بيفكر ان لها باقي ويتاكد فعلا ان المنطقه دي مقفوله. اقول له كلوز وقوم راجع لورا شويه واقول له تهشير، مش موافق. طيب نرجع لورا شويه واقول له تهشير، مش موافق برضه. كل ده هو ناسي ان في تكمله ورا، قوم راجع لورا كمان، هو لسه الضلع مش باين، قوم هشر اتهشر معايا واقول له كلوز خلاص. اخر ملاحظه في موضوع التهشير، انا المره دي بقى عارف ان الشكل مفتوح، مفتوحه وفتحه كبيره بس بلاش تبقى كبيره قوي كده اهو، الشكل مفتوحه مفتوحه. فلما اقول له اتش انتر واعمل كليك واللي مفتوح، شايف انت الدايرتين دول، بيقول لك انا حاسس ان هنا في حاجات مش مظبوطه حتى يعني. اقول له طب كلوز. طب لما ابعد واجه هشر، ما بيهشرش. طب لما ابعد كمان، طب اقول له اسكيب ار اي انتر عشان اقدر ابعد، انا بعناية مش شايف الفتحه بس هي موجوده، وهقول له اتش انتر واقوم هشر هشر واقول له كلوز. بصوا كده المنطقه لسه مفتوحه بس هو ابتدى يتجاهلها، يعني انا لما اعمل زوم وابعد الحاجه جدا هو ممكن الفتحات ما يحسش بيها ويعتبر ان الشكل مقفول ويهشر. العكس صحيح، لو انا قربت قوي من شكل وانا عارف انه مقفول ممكن يعتبره انه مفتوح، لان الجزء اللي بيقفله اكمنه بعيد جدا عن المنطقه اللي انت بتبص فيها هو متجاهله دلوقتي خلاص. موضوع التهشير ده طبعا موضوع مهم جدا. في المثال ده احنا طبعا عملنا هنا الجدران، عايز مثلا اقول له ان ده مثلا مطبخ وده حمام، فاقوم واخد لاين الانتر واقوم واخد حدود هنا كده وحدود هنا برضو، بس المنطقه دي بقى انا عايز ايه اهشرها غير الشقه كلها ماشي، والتبليطه اللي قدام طلعه السلم اللي مش عايز السهم ده، طبعا دلاله ان انا هنا بطلع درجات، يعني دي سلم واطي ودي سلم عالي، المفروض كل سلمه 15 سم لو احنا شغالين بالسنتي، فهشيله مؤقتا، المفروض الحاجات الاضاحيه والكتابات والكلام ده بتتحط في الاخر، واعمل لاين هنا كده. انا عايز بقى البسطه او الجزء اللي هو اللي قبل البيت ده يبقى سيراميك، والمطبخ والحمام سيراميك، فهقول له هاتش. لو انا عايز الثلاثه سيراميك واحد خلاص، هقف هنا اعمل كليك كليك كليك، طبعا انا عملت خط عشان التهشير ما يطلعش لبره، وبعدين هقف هنا اهو واختار مثلا التهشير ده ما
ماشي، هنا واضح ان البلاط صغير، اقول بدل 1 من 100 كفايه 1 من 10. طبعا لو انا عايز البلاط يبقى كله مع بعضه، لو عايز ده مختلف ده وضع تاني بقى. ممكن اجي على الشفافيه اقللها شويه. طبعا انا بقلل الشفافيه خصوصا في المطبخ والحمام عشان لسه احط حاجه اسمها بلوكات، يعني رسمه للحوض ورسمه للبني ورسمه لقعده الحمام ورسمه للبوتاجاز ورسمه للثلاجه، عشان الحاجات تبقى واضحه وما تبقاش الارضيه يعني منوره قوي زياده عن اللزوم. لو عايز كل واحد لوحده خلاص. طب دلوقتي انا مش عايز دي، يعني انا بعد ما خدت دي مش عايزها، قلت له مثلا كلوز، انا قلت لا انا عايز التهشير ده يختلف، ولو غيرته الثلاثه بيتغيروا سوا، هقوم واقف على التهشير لما ينمل كده اقوم ضاغط عليه. في هنا اختيار اسمه ريموف، ريموف اقوم ضاغط على ريموف وعلم على منطقه انا عايز استثنيها، الحتت المنقطه دي اللي بتتهشر ما ينفعش بقى اضغط في النص، اضغط على المنطقه المنقطه نفسها. فلما اضغط على المنطقه المنقطه كليك التنقيطه راحت خلاص، دي طلعت بره الموضوع، اقول له كلوز. بس انا مش شايف في حاجه راحت، الوضع زي ما هو. طب ايه المشكله هنا؟ المشكله ان امر الازاله بتاعت الحدود ده امر داخلي جوه التهشير، لازم اتك انتر عشان يتنفذ. تاني علم على التهشير واقول له ريموف واضغط هنا، خلاص المنطقه اتشالت. هو هنا بيقول لي ايه؟ سيلكت اوبجكت، اختار الاجزاء اللي انت ايه؟ عايز تشيلها، او الاجزاء اللي انت عايز تضيفها، حتى لو عايز تضيف اشكال يعني. دلوقتي عايز ازيل، طب انا زلت، ما تقولوش بقى كلوز، هنقول له هنا انتر. خلاص، انا شفت بعناية التأثير، ما انت بتقول له كلوز بيقفل على الوضع اللي هو شايفه. فاحنا كنا شلنا الحدود وما اتكناش انتر. والحتة دي بتوقف ناس كتيرة جدا 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 في 2012. كتير جدا يعني، وبعدين اقول له كلوز. خلاص المنطقة دي اتشالت، ممكن بعد كده اقول له هاتش واختار المنطقة دي. خلاص، طبعا اختار لها وضع مختلف ايا كان الوضع ده، واقول له كلوز. طيب احنا كنا بنتكلم واحنا في الهاتش ان انا ممكن اقول له ريتين باوندري، يعني ارسم لي حدود في المنطقه اللي هتهشر فيها. انا هنا قلت له دونت ريتين، هشر وخلاص، ما ترسمش اي حدود في المنطقه اللي هتهشر فيها، وحبيت اعمل الحدود دي نعمل ايه؟ مثال كده هقول له لاين واقوم قافل المنطقه دي. خلاص المنطقه دي كلها منطقه مقفوله، بس هي مش بولي لاين، كل خط لوحده. هقول له هاتش، قوم مهشر المنطقه دي مثلا بلون سوليد. انا في مشكله بقى، مشكله ايه؟ وحاسس ان هنا في فتحات، الراجل كتر خيره يعني بيرشدني. طب اسكيب الخط ده، واضح ان الخط الاصفر معدي فوق الفوشيا فعامل مشكله، اعلم على الاصفر ده وديليت، واعلم على الاصفر ده وديليت، عاملين مشكله عندي، الخطوط فوق بعضها فعشان كده هو مش فاهم. واقول له هاتش وهشر المنطقه دي، برضه في مشاكل. الحاجات اللي تزهق بقى تلاقينا في فتحة صغيرة، ضلعين فوق بعض، حاجة مش قافلة كويس. عشان كده مش بمنتهى البساطة يعني أقول له هشر يهشر على طول. طيب عشان ما اضيعش وقتي، أنا ممكن إيه؟ طب في مثال زي كده أنا عايز أهشر ومش عارف المشكلة منين، بمنتهى البساطة أعمل لاين واقسم المنطقة، سكيب لاين، واقسم المنطقة الاثنين اشوف انهي اللي هتتهشر وانهي اللي هتعترض. اقول له هاتش هشر ده، جميل. طب هشر ده بقى، لا يبقى المشكلة هنا في الحتة دي. خلاص طب سكيب كده، يمكن هنا في اضلاع فوق بعضها مثلا. هنا بيعترض على الحتتين دول مش فاهمهم، هقول له تريم تي ار انتر لدول، شيل ده وتي ار انتر لده، شيل ده. بعدين نقول له لاين ولاين تاني وار اي، اعمل اعاده تكوين للرسم من جديد، يكاد يكون شبه الريفرش بتاع الويندوز كده، واقول له اتش انتر تهشير واحول تاني. بيقول لي احتمال يبقى في فجوه ما بين منطقتين في الرسم، بيقول لك جاب بتوين ذا باوندر اوبجكت، بيقول لك في تقريبا هو شاكك ان في منطقه مفتوحه، انا مش شايف حاجه مفتوحه خالص، وديني تفاصيل اكتر كده، بيقول لي اعمل زوم وبتاع وبيساعدني يعني، اعمل زوم لحد ما اشوف المنطقه اللي مفتوحه فين، ومفيش منطقه لا مفتوحه ولا حاجه. هو الراجل بيحاول يهشر ومع ذلك
تقابله مشاكل. خلاص لاين نحاول نهشر دي كده اتهشرت. طيب دي اتهشرت، انا عايز البولي لاين بتاعها، يعني عايز الحدود المقفوله بتاعت دي. بعد ما دي اتهشرت قلت له كلوز، خلاص هي اتهشرت اهي، نشيل دي عشان ما تلخبطناش. المنطقه دي كده اتهشرت، انا عايز بقى الحدود البولي لاين بتاعتها، اقف عليها واقول له ريكرييت، يعني عيد لي الحدود اللي بناء عليها انت هشرت فوق الخطوط الاصليه. انا كان عندي لاينات عاديه مش ملمسه بعضها عادي، كل خط لوحده، عايزك بقى ترسم لي بولي لاين بناء على المنطقه اللي انت كنت هشرت عليها. اقول له ريكرييت، بيقول لي طب ارسم لك بولي لاين بحيث ينفع تعمل له اوفست كانه شكل 2D ولا ريجن. ريجن ده كده يكون 3D، ما ينفعش اعمل له اوفست. فاقول له بولي لاين ماشي. طب بيقول لي الخطوط اللي انا هرسمها لك ده، او البولي اللي هرسمه حوالين المنطقه الخضراء، اربط لك المنطقه الخضراء بيه عشان لو هو اتغير، هو المنطقه الخضراء دي او التهشير الاخضر يتمدد او ينكمش بناء عليه يسوى لانه ما تفرقش بالنسبه لي. فاقول له لا نور، اقول له سكيب. فبلاحظ هنا بقى ان في خط ابيض. طب ليه هو الخط الابيض باين؟ لان ده اخر حاجه اترسمت، غطت على الجدران الفوشيا، ما هو اللي بترسم في الاخر بيبان فوق. لما اقف هنا كده اهو بولي لاين اهو، وانا ما ربطتوش بالتهشير، فلما اخد النقطه دي اطلع بيها لفوق التهشير ملوش دعوه دلوقتي. كنترول زد، حتى ممكن اقول له ام انتر تحريك، واقوم ماسك البولي لاين ده انتر، واقوم ماسكه من هنا محركه بره كده. يبقى هي دي المنطقه اللي انا هشرتها. وعلى فكره ممكن اجيب مساحتها وحاجات زي كده عشان لو عايز اعمل اعلان. خلاص موضوع التهشير ده موضوع مهم، بس هو برضو موضوع ذوق. يعني انا ممكن اعمل تهشير كتير العميل يشمئز منه، ممكن عميل لا عايز تهشيرات كتيره والوان كتير، يعني دي مساله ذوق. فطبعا انت بتروح لمكتب بتلتزم بالاسلوب بتاع المكتب، بالنقشه اللي اختاروها للمطبخ والحمام اذا كانوا بيهشروهم اصلا. خلاص التهشير اللي اختاروه للاعمده، لو انت شغال في رسومات مدني التسليح له تهشير معين، واللبشه والقواعد بتاعت والتجهيزات او الطبقات اللي تحت السملات والخرسانه والحاجات دي برضو لها تهشيرات معينه. انت بتروح تشوف المكتب اللي انت شغال فيه شغال بانهي نقوشات وباحجام قد ايه وبتمشي بناء عليه. مش هتلاقي اكتر من اللي احنا خدناه في الحصه دي، لكن تلتزم بالنقوشات بتاعتهم، ما تاخدش انت نقوشات من عندك. في ناس بقى طبعا تحب تعمل اظهار اكتر للعميل النهائي، يعني اللي هيسكن في المكان اللي احنا بنعمل له تسويق، فبتعملش انها تهشير خالص، بتاخد الكلام ده وتوديه الفوتوشوب زي ما هنشوف الطباعه في درس الطباعه. ناخد الكلام ده نوديه الفوتوشوب، وفي الفوتوشوب بقى نتصرف ونحط اللون اللي احنا عايزينه، ونحط لون فوق ما بين الجدران، ونعمل للجدران ظل، ويعني كلام كتير كده. خلاص وبكده نكون انتهينا من موضوع التهشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.